بس ايدينا من اللي فايلقى وجيه بسفرات. يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا ولا الهلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا، يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا. اليوم جمعة ماشي لي أنا. أنا اليوم العشاء. طيب المغرب اللي بيصلي المغرب أريد ينبهنا الحلقة بعد الصلاة. بعد صلاة المغرب؟ ما أحسن. ممكن اللي ترى مناسب. أو بعد العشاء أفضل. لا. العشاء بيروحوا يتلبسوا ويجهزوا للمؤتمر الجمهور والديوانية وغيره. 20 دقيقة. ما بتفرق وين واصلين احنا. لا يستجيب انما يستجيب الذين يسمعون صح. ايوه طبعا متى تروح هاي امسينا وامسنكم الله والحمد لله لا اله الا الله لا شريك له. متى تروح هاي؟ أربع خمس كنسات. أربع خمس كنسات تحتاج للآن. كنيسة مرتين ثلاث. طيب تروح في ملابس الناس. شوف لو جو اليوم كلهم، لو جو كلهم وكل واحد قرأ ثلث فقط. ويوم العرض هي كثيرة صح. يا اللهم صل وسلم عادي تقدر كذا تقدر. شوف ادعو الله يكون ما شئت. بيكون ما شئت. لا تتقيد صح؟ يا الله يا اخي احب القرآن. علاقتي في حميمة يا اخي. القرآن تحبه بعدين صدقني. ما شرط تكون حافظنا عشان تحبه. صراحة أنا يا ليتني كنت حافظ. سهل ترى. السلام ورحمة الله. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. المائدة الأنعام. بعد الأنعام. الأعراف. بعد الأنعام. الأنفال. توبة يونس هود يوسف. إبراهيم لا لا يوسف يوسف توبة توبة أتوقع بس توبة بعد توبة الرعد. أيوة الرعد إبراهيم وانتو ماشي يوسف جيك بعدين الحجر يونس والنحل هذه الحجر صح؟ أيوة
الصديق حلو ترتيب الصور النبي انه يكون محفوظ. الفاتحة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، بدأنا منهم الأنعام، العراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، خلاص بعدين سهل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص. لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، تراصوا، وتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تقويم، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله الحمدة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله من الحمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت انت جلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له. اللهم لك الحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. استغفر الله. شباب تنبيه له انتو ترى الحلقة بعد الصلاة مباشرة الآن حلقة القرآن. خالد الحميد موجود؟ خالد الحميد اي موجود موجود. خالد الحميد استاذنا الجلال وين؟ اللي وين؟ ايه قال انت ما رحت معي بعد معك قال اصلا لو مشيت معي ما معك قال لا شوف انا عام بس الان بس متاكد من الرقم شان صفحة 132. هذا المصحف فيه غبار يا أخي. أصعب سورة في البراءة. أصعب؟ الفاتحة. أصعب سورة في البراءة. الفاتحة. كيف؟ ما تقرأ قراءة سريعة. لأن ماشي أصعب سورة. ها؟ لأن ما في شيء اسمه أصعب سورة. الإسراء والنساء. لا الرحمن. لا. الشعراء. الشعراء لأنها ثاني أطول سورة في القرآن الكريم من 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 حيث عدد الآيات. 227 آية. الشعراء آيات قصيرة جدا. فإنك ترتب هذه الآيات تحتاج لك جهد. صفحة كم هي؟ 132. توكل على الله بسم الله. إنما يستجيب. نعم. أعوذ بالله. أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يستجيب الذين يسمعون الموت والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات
من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. سنت بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أحسنت بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم أن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من آله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون. قل أرأيتكم أن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك الله القوم الظالمون. أحسنت الحبيب. عندي سؤال لك. خلاص. من إله. أيوة. من اللي فوقها. من إله. تنوين. تعتبر إلى تنوين؟ أيوة. كأنها شخصين. هذه أيوة كأنها ضمتين. أساساً هذه الضمتين هي. السليمة. إله غير الله لأن هنا إظهار. أما الضمتين المرسومات ضمتين هذه لك للإخفاء والإدغام وغيره. عشان ما يتشتت بس بيقرأ اللي يرد بس محمد زهني صح؟ لما عشان اللي يرد ترى سواليف هذه تطلع. الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أحسنت إمامنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سكر الله. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يحشروا فيها المد إلى ربهم ما فيها مد. أي يحشروا إلى ربهم. إلى ربهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى. محمد تقرب هنا. وأنذر به الذين يخافون. أصبر دقيقة لا إله. وأنذر به الذين يخافون. راحت الآية. وأنذر به الذين يخافون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء
فتطردهم فتكون من الظالمين. أحسنت، بارك الله فيك، أطر الله أنفاسك يا رب. أعوذ بالله. لا، عبد الرحمن. عبد الرحمن، صورتنا العام آية 53 184 صفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله أهؤلاء من الله عليهم. شغال شغال. من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهي. أحسنت، كمل ثلث يا لوائل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. أحسنت، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم وبينكم لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسنت الشيخ، الله يحفظك. ولا رطب ولا هو قلقلها صح رطب. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أحسنت حبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية
لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله ينجيكم قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون أحسنت الحبيب بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قوم وهو الحق قال ليس عليكم بوكيل لكل نبأ قل لست عليكم بوكيل لكم نبأ مستقر لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيتم الذين يخوضون في آياتنا فاعرضوا عنهم حتى يخوضوا في حديثنا غيره أو ما ينسينكم الشيطان فلا تقعدوا بعد ذكرى مع القوم الظالمين استغفر الله أحسنت هو خلى الآية كاملة بمخاطبة الجمع هذا القرآن كلها فرد وإذا رأيت فلا تقعد بتعيدها يلا جميل ممتاز صيغة الفرد وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا شخصين شخص واحد كل الآية وكذب به قوم وهو الحق قال ليس عليكم بوكيل لكل نبأ قل لست عليكم بوكيل لكم نبأ مستقر شوف هذه اسم ها؟ لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيتم الذين رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعدها الذكر بعد الذكرى مع القوم الظالمين أحسنت الحين صح بارك الله فيك إن شاء الله عيدين وراء بعض وجبة دسمة لا والله أربعة أجور وراء بعض الله إن شاء الله يدب أجرنا يا رب أمين بسم الله الرحمن الرحيم وما على الذين صح ها مرة ما توقف لين أوقفك حلو يعني كله صح لأني أحس أني لا تحس أنك صح وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون صح؟ نعم خلصت لا كمل هاي وذر الذين اتخذوا الله أكبر عليك لعبا ولهوا آيتك ما قريتها عدل ترد عليها الحين يلا لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا غرتها بالحياة الدنيا وذكر به وأن تبسل لا هذا الآية هذا صعب عليك وذكر به أن تبسل نفس وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وأن تعدل كل العدل لا يؤخذ منه إلا أولئك الذين بسلوا لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا. شوف شفاهك. لحظة. شوف شفاهك. أو. خلهم قدام.
أبسلوا أحسنت أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب من أليم بما كانوا يكفرون. قل ندعو من لا 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 خلاص خلنا كمل تحمس زيادة تفضل مفلح جزاك الله من الشيطان الرجيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قل إن هدى الله هو الهدى. مثل حبيبي يدعونه إلى الهدى أتنا يدعونه إلى الهدى أتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أحسن تبارك الله فيك. الأرض حيران الأرض أيوة حيران له أصحاب. كيف حيران؟ حيران من الحيران. كيف؟ من الحيرة. ها يعني حيران مضيع. أيوة نفس كلامنا سبحان الله احنا نقولها والله عرب. لغتنا ترى لغتنا اللغة العربية قرآن عجمي احنا واحد يضيع في الرملة نقول حيران ضيع الشرقي غير ذي عوج. هي هذا قيل يعني الوقف أولى. بسم الله حبيبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. أحسنت الحبيب بارك الله عشان ثلاثة باقين نخلص صفحة الحق. الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. أحسنت بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. السماوات لأنها جمع فطر السماوات. أيوة. والأرض لأنها مفرد ولأنها طبعا مفعول به. شباب شوفوا هنا كلمة الضالين آية 77 سبحان شوفوها. هذا موقف طريف مرة صار صلاة الفجر صليت وقرأت هذه الآيات ولما قلت الضالين أكثر من واحد قالوا آمين سرحانين مرة الناس. شوف
التوحيد في ابراهيم طالع القمر قال هذا ربي فل منه ما عجبه غير الشمس قال ما عجبه شوف التوحيد كيف ربي يلهم الواحد التوحيد اخر شيء قال حنيف المسلم ما كان المسلم. هذا رد على الملحدين الله اسلم يا راض انت ما قرات وحاجه قومك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحاجه قومه لا وحاجه قومه وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أحسنت بارك الله فيك هذه الآيات الأربع اللي ذكر فيها 18 نبي عبد الله بن دفنة شوف أقول كيف الثقة بالله قال أخاف منكم ثم خفت رب العالمين شوف والله ثقة ثقة قوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كل الوجه ما بكون كل الوجه زين أعطنا صوت السديس علي جام يبقى له صوت سرعه شويه يلا لا ما لنا عجلين وش مشتغلين سوالف صلوا على رسول الله اللهم صل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين زكريا في رواية أخرى قرئ زكريا فيها همزة بالذال ما حضرني يعني زكريا ما والله يمكن ماشي ما ماشي ما بس ما 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 ماشي ذا ماشي ذا ماشي ذا قلد محمد جزاك الله خير 138 أحسن بارك الله فيكم وبرئيس البلدية كيف نايم عبد العزيز محمد عثمان 56 تبقى 40 دقيقة
الله يبارك. عسى طب خاطرك. لا والله ما طب خاطرك. لا ضيق صدرك. طيب. لا والله ما طب خاطرك. تعال بعدين اعلمك، ما ودي اعلمك موقفينا. يا الله يا الله. من اللي بيقعد تاكل؟ سم ايش تبي؟ احنا ايش تبي؟ ابد الله يحييك تعال. 56 دقيقة صحن عشانك. ابشر 56 وين تنام؟ يلا بذكر الشباب كلهم عشان اذا نسيت انا احد ذكرني. 56 دقيقة. دفاية كذا شغل بس وقم. ابشر طال عمرك. تبغى همز قبل لا تنام؟ والله انك تستاهل. سلام 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 سلام. احرقت؟ سلام. اجيبك ثلج؟ لا لا لا. والله اجيبك ثلج. والله لا والله اشتغل الحنان اللي فيه راح الجمره إيه؟ والله اشتغل جمره طاحت هذا هذا الحين جاك يمس يقول همس وش قال قال لي منيف تبي يجيب قال جاكي هذا لو يشد حيل يصير امنا هذا لو يشد حيل يصير امنا حي الله كلم باسمه الله لا يحرمنا منك يا رجل يا حبيبي الله يبغى غمازاتك والله بس يا ولد لب بس يا ولد الغمازه والنص هذه بندفن ترى يغار تغار يا ابو مبارك يغار عنده ما شاء الله خير كثير بوجهه ما شاء الله الطيب والجود والله انتم كنتم تشتغلون وتعوضي في الشيطان تنسوني الاذكار او بعدين يقول انا عندي تعود منه اسمع تدري ايش يقول تدري ايش يقول لك يا غار تدري ايش يقول لك يا غار يا ولد تدري ولد ايش اقول لك يا غار إيه؟ كل ما جاء طاري قال وقمازتي ها ولا تكفى ضحك وقمازتي عشان تضحك الله ياخذ اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه يا رب العالمين عسى طيبا اكتشف كل ما نكتشف انا دمك احلى تارش تارش مد رجولك يا قلب بلا بلا رجولك والله تنشط ترى الحركه دي قم هنا الله يقرا ابليس لا لا قم هنا مجود والله مجيد من هو مجود تويرش تويرش والله برده الدنيا مشينا انت ورجليك هذه طول عمرك الحمد لله ان شاء الله افا يا مبارك قم هنا لا والله ما يه قم هنا والله اني ويه تكفى ذكرت انك حلفت ما جربك تعال ابو واحد والله انه بخاطري شاهي اخضر عندي مسابقه ترى يا جماعه 56 و45 دقيقه خلينا نقوم الولد ذا طيب وش مو مساعد ايش اسمه ال زايد خلاص عنده هذان المفروض تسميه من عبد الرحمن قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله اعظم شيء التوحيد توحيد الله هو اعظم شيء انزلت الرساله على اول شيء وش التوحيد اكيد حمد ابراهيم ربي الهمه الحق وخلاه من الموحدين مع انه في مجتمع كله فاسد اسلم أقل من أقل لا هنا يا أبو مبارك يوم حلفت من مكاني أفرح هناك لا أسلم أسلم يا بن دفن أسلم وإحنا الحمد لله في مجتمع كله خير الحمد لله وكله أهل توحيد ايه؟ وكلهم طال عمرك أهل خير إن شاء الله ولكن الناس مرات يتحمسون ايه؟ وخاصة في الأحاديث وفي القصص وفي يسترسلون وما ينتبهون لعمارهم يمكن يجيب بدعة أه. صح وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في النار فلذلك طال عمرك يوم تكون خلف الكواليس خذ راحتك أما هني انتبه من الضلالة لأني أشوف مرات بعض يوم بقصص ما ينتبهون له لا حتى خلف الكواليس انتبه بينك وبين نفسك عاد ما كان ما يشوفك مجتمع كامل يمكن يصدقك يا اهل قشيم فهمت وينشرها لك ويحسبها صادق هو تدري شو المشكله بالنفس لانه الظاهر جزء من الباطن يعني الواحد لازم يضبط نفسه بالكويس عشان ينضبط هنا حتى صادق ولكن يعني لو صار كذا لا لا والله والله جد يعني لما الواحد خارج البث لا يعني ما قلت انه واحد لا هو يتكلم عن القصص ان الواحد يتثبت يتثبت تاكد منها 100% فهمت
ما يجيب حديث عن الرسول ما هو صح أكيد، ولا يسنده ما هو صح، ولا يجيب شيء فيه بدعة، ولا يتكلم بكلام فيه شرك ولا شيء، والعياذ بالله. قصة من كيسة، قصة يكيسة علشان بس يجيب سوالف يقوم يطلع من مخباه بس عشان أني أسول. الله يجزاك خير. وتدري هذا أهم شيء يدرس في الإعلام اللي هو يسمونه المصادر، مصدر مؤكد. هذا في الإعلام؟ أي مصدر. أنا إعلامي على الفطرة. مصدر منقول. لا لا، بس الكلام اللي قلته أنت هذا كله في أحد النقاط اللي تدرسها خلال 4 سنوات. يعني أنت الآن اختصرتها في حتى مو يعني إعلامي مبتدئ ما أقدر أسميك. قل والله. تاج سميك؟ أسميك تاج راسي. هذا غصب عليك. يحسبني ما عرفت منه. أنا ست من تاني. لا مبارك ما يقول. ابن دفن الله يصلح قلبك. أنا أمس قعدت اسمع. أمس أنا قعدت خلصت كلامك. أنت خليت فيه كلام كمل. طلعتوني من أبو طلعتوني من أبو تبزي تبعتني أتني أتني أمس قعدت تسمع أمس عشان مو زين تعطيني لي حال ذي لأن هي يلعبون فيه ويقول كرياح إذا لعب بالنار تلا الله يسالفة طويلة أتني ها أتني لا أنت ما سمع القصة لا أتني أتني كم أمس أنا قعدت أفكر كذا بصوت عالي قعدت أفكر كذا بصوت عالي زين وشلون عبيد شلون تبر أمك أو تعق أمك وأنت ما تدري كيف؟ وشلون تصير بار بأمك ولا عاقم فيها وانت ما تدري كيف علم عاد انا وانا والله اني اتكلم جد امس حتى قعدت اسال كم واحد من الشباب وطلعت معي هالنتائج هذه 1 2 3 4 5 6 7 طبعا بدون ما اطول عليكم بس بسردها اول شيء احد اشكال العقوق انك ما تسولف عن امك بعض الناس يجي كلامه زين ويعطي امه فلوس يعطي بس مو بيقول لها وش صار وش ما صار له ولا يهمشها يعني لا مو بيهمشها لا بس مو بيسولف لي عمره مو بيسولف لنا عن التفاصيل يا يمه انا رحت وسويت وجيت واليوم والله رحت مع بنت دفنه وبنت دفنه طاح وانكسرت رجل بنت دفنه مثلا لا ان شاء الله بسم الله عليك وكل السواليف هذه امك ترى تحبها بشكل غير طبيعي صح. فاحد اشكال البر انك تسولف على امك ما انا شو مكلفك شيء بس يخليك تفضل نفس مره بالسوء نفس مره بالسوء مرات تسولف عن شخص تحب تسترسل معه في السوالف فهمت لكن شخص انت تفكيرك انه ما يفهم سوالف فهمت هو يكون محب لي سوالف ايه؟ فنفسك تعيى انها انك تطلب اي لا لا نفسك تعيى انها تجيب السالفه من خاطر فهمت تجيب شيء عشان بس تخلص اي بس تخلص فهمت خاصه الشيبان الكبار مرات انك ما تنتبه لعمرك تسولف عندهم والله العظيم تجيني لحظات مرات استرسل في السوالف ايه؟ فهمت عند ابوي ولا امي ومرات السوالف تطلع عن بالغصب لانه يكون في بالي وش شيء ثاني ايه فهمت وفي بالي اني بروح بطلع ويقع بغى يسوالفك فهمت ولا بغى يسمع تسجيلات القصيد السوالف اللي في التلفون انت قاعد تتكلم ترد على العالم في الخاص هذا لا كلمك آه. الشيء الثاني ابحث عن حاجة امك كل ام محتاجه بس انها ما تقول ليش لانه امك انت لمنها طلبت منك الحاجه تصير سعيده لمنها جتها حاجتها بدون ما تطلب تصير سعيده جدا 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 حلو. فلذلك من البر انك تدور حاجة امك بخاطره مغسلة اوتوماتيك حقت ملابس بخاطره قطعة ذهب حتى ترى الام احيانا تصل معها المرحلة انها تلمح لك بطريقة غير مباشرة اللهم الفلان اشترت ساعة ما شاء الله بالذهب لو تشوفها يا وليدي مي بطبيعية يعني افهمها لا لا هذا مو بتلميح هذا الشيء بعد مدة تقول لك يعني اغدي كبار وللأسف انه بعضنا ما يدري الشيء الثالث لزم على امك احيانا انت لما طلع راتبك 7000 تقول لي ما سمي 2000 الا 3000 تقول لك لا واحيانا تحلف فانت الشيء الوحيد اللي يغلب فيه امك انك تلزم عليها اكثر كذا تقع في دائره البر اللي بعده احسب حساب امك وخواتك اذا من الحين لو تسالني انا تقول لي عبد المجيد كم سافرت مع ربعك من مره بقول لك 19 مره كم مره مع امك بقول لك مره شفت الخطا شفت انه ما في موازنه بين الامرين فاحسب حساب امك وخواتك زين يمكن امك كبيره في السن وما تحب هي اذا صارت ما تحب هذا شيء ثاني بس احيانا انا لو ترى تقول يما هنسافر انت تقولها بس عن قوله يما هنسافر لا والله يا ولد ما ودي اكلف عليك كل تشوفي وانسحب تكتيك كلمه عذر اي بينما ربع الاستراحه تلقاك تلزم وتلزم ومحفول مكفول وجب منه وعدل منه الين يرضى ابو فلان صدق اللي بعده هذه جميلة اسأل عنها في وقت هي ما تتحرى السؤال
يعني مثلا الحين انت ابن دفنه مثلا بالبرنامج زين، مثلا الوالده على قيد الحياه الحمد لله، الله يطول بعمرك وعمر امهاتنا اجمعين. تخيل انت مثلا، طبعا مثال مثال، تدفع 50 ريال تروح تدق على امك دقيقه مثلا مثلا زين، مع انها هي براضيه زي مثلا امي قالت لي لا، تدفع 50 ريال تروح تدق على امك دقيقه، الدقيقه دي حتى لو هي زعلت عليك تلقاها متقطعه على هد انه ليه ذكرني ودفع من حسابه علشان بس يبرني. واحد من الربع امس سولف معه عشان الموضوع، يقول انا دقيت على امي وانا اطوف، يقول انا اطوف بمكه رفعت الجوال والله يا امي امتني وانا اطوف اني تذكرت زقت عليك، يقول بقلب امي عجزت تنساه لانه بوقت هي ما حسبت حسابه انك تسال عليها. هذه النقطه يا جماعه انا متاكد كلنا وقعنا فيها، لا تسولف باشياء امك تغار منها. انت زوجتك تعرف تطبخ زين، وامك تعرف تطبخ، لا تجي عند امك كل شوي والله مرتي اليوم سوت لنا اكل طيب، طب خاصه شفت امك تغار من هالشيء اسكت. السلام عليكم ورحمه الله، ما انت ملزوم انك تتكلم. طبعا ما الجميع كذي، ها طبعا الحريم ما كله كذي اكيد. انا اقول لك اذا شفت اذا شفت ان امك حتى مو ملزوم بس الماكل والمشرب، احيانا ترى امك مثلا تغار معليش من اشتراك للهدايا لربعك، لا تقول لامك انك شريت لربعك ان كانها تغار، فهمت؟ اشتر لامك خليك جزل واشتر ربعك ولا تعلمها، ولا تغلط الغلطه بعد مع الزوجه نفسها. شلون؟ شلون؟ واحد الله يذكره بالخير يقول على سما منه على حرمته يبغيها تربي انت تربيتك تعبانه، مانش نفس امي، كل شيء مقارنه بامه يا اخي. كره الحرمه في امه، لا تقارن العالم ببعضها البعض، تبي تنصح انصح بروحها، ماكن ما تقارنها مع الام ولا الام تقارنها مع هذا مصيبه كبيره تسبب فتنه وانت ما تدري بنفسك. صح. وعلى الطاري هذا انا خلصت طبعا، بس انا ترى قبل يجوا الشباب كنت اقول امس انا قاعد افكر وش الاشياء اللي تبر فيها امك ولا تعق فيها امك وانت ما تدري، سجلتها بتسع نقاط انا وواحد من الشباب امس قاعد نسجل. انت قلت سبع نقاط الحين قد انت مع افكارك انت سجلت اثنتين طول الوقت تسولف زين، فصارت تسع نقاط يا اخي يرفع ضغطك سم الله، لا احد يفتح موضوع على طاري الزوجه. واحد والله قال كلام دقيق دقيق قال بسم الله عليك دقيق ولا بر قال كلام منطقي بعدين زين ايش قال؟ قال بعض الناس يجي يتزوج الحرمه مثلا زوجته عمرها 25 سنه كيف كيف؟ يتزوجها عمرها 25 سنه 24 سنه وامه عمرها 50 سنه، فيجي يحط هالمقارنات، يقول اذا بغيت تقارن شوف حال امك يوم من عمرها 24 وقارنها بزوجتك ما عندك مشكله، هذا من العدل مع الزوج فهمت قصدي؟ اي علشان ما تصير انت يعني ما انت بعادل بالمقارنه. خلص ابو فوزان ابو فوزان سم اخذ كلمتين قلت اداء عيدها ما استوعبتها ما فهمتها لا والله افضل وسلم. يقول اذا انت زوجت واحده عمرها 24 وامك عمرها 50، لا تجي لزوجك تقول ايه هم مثلا تصلح مرقوق ازين من ما انت ما تعرفين انت رفله. يقول اذا بغيت المقارنه تكون عدل شوف امك يوم عمرها 24 شلون كانت. زين ما شفت انا ما ولدي ذيك الساعه ادري ادري بشغل هذا يا ابن دفنه تكفى هو مثال تكفى الله يرحم والديك صادق والله والله هذا البلاء كله من ليش يعيد السؤال؟ ليتك ما ادري السؤال الثالث. زين 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 بقول لكم شيء، ترى في جمر هنا بالملقاط انت موضوع طال عمرك المقارنه اهلا داخل المقاط الذكي الذكي اللي يعرف كيف يحب بعائلتها في بعضها البعض. انت يوم بتزوج بتجيب وحده يمكن ما تعرف حلق عدل وبتعيش عندهم. الرجل الذكي يعرف واحد يشتري هدايا فهمت ويروح لامه يقول لها من زوجتي، وياخذ هدايا ويروح لحرمته يقول من امي وياخذ. طيب اذا اتصلت الام على البنت ويوم يحس لا اذا اتصلت الام على البنت قالت شكرا على الهديه يعلمها 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 امه يقول لها امي تراني كاذب على فهمت. واذا حس ان بينها وبين واحده من اخواتها مشكله ما يتعصص مع حد ويخلي حد، ترى كلنا حرايق فهمت، تزعل وترضي فهمت. وش يسوي؟ يقوم يهدي هدايا من اخته لامه لحرمته من حرمته لاخته. تعال بندخل تعال في مجال والله في مجال وما شابه ذلك فهمت. الذكي اللي يسوي ذا الشيء هذا واحد عنده طباين طويل العمر ذي هي رجال عارف شلون يصنع نفسه على الطباين صعب اقشر ما على الانسان ان يتزوج حرمتين ثم يبلش لا تنعفس حياته فوق فوق تحت وثلجتين لازم
ومطبخين ولا اشترى لازم اشترين وهذا هو رايح جاي لا يتهنى ولا يستريح. يعني راتبه ينقسم نصين. وراتبه ينقسم نصين ما كله بلحته. اللي بيتزوج الرجل يتزوج وحده يرتاح يسنى نفسه وياخذ الدنيا على ما بال والاخره تصفى له. المهم من هذا عنده طبنتين. تكبير ثنتين هذا اللي عندهم وحدة واللي ما يبون الثانية. أنا ضد كلام لكن معلم كذا واحد من طول العمر مثنى وثلاث ورباع إيه هذا اللي بعدل ألا تعدلوا فواحدة. هذا واحد اللي عنده طبنتين بقول لك السالفة عنده ثنتين بلش فيه ما بلش مثل الرجال يعني الطاخ طبخ طعن بلش فيش بالحب كل ما جاي لهي تحبني ولا تحب فلان تحبني ولا تحب فلان هذا هو سؤاله الليل نهار يكذب عليه ها تحبني ولا تحب الدراسة لا تحبني ولا تحب فلان قال أنا علمت يقول الليل الأولى والله يشهد الله إني للحين ما أقدر أجاوب سدام فلان ما هي موجودة وما أدري إيش من هالكلام ولا تحرجيني. المهم راحت الأيام ويوم من الأيام جاء قال راح الواحد من أخويا قال لي فلان أبو فلان تعال والله إني بلشت بحريم لكن طالب طلبه في زعلي قال إيش قال بكرة بعزمك وبغديك الحالة كنت وإذا جينا في المجلس أنا بسألك بقول سألني أنت قل من تحب من حريمك الأولى ولا الثاني وأنا بجوك. قالوا تمام. يا ولد وش العلم ذا قال أبيك تسوي تسده بس قال أبشر ماني برادك دا منك خوي وعزيز وأكيد بيشتري سماعات وسبيكرات عشان توصل له. لا راح للأولى راح للأولى وعطاها يا طويل العمر خله راح للأولى وعطاها قال أنا بكرة عزمت عند فلانة اللي هي الثانية بغاها تروح وبتسيرين لها وفلانة خاف إن استنجتيها ملابسها زيمنت وامورها زيمنت وبيتها زيمنت فأنا بعطيت فلوس الحين تسنعي وبعطاها حول 500 فوق تسنعي ويشري لك بعض الأغراض وأبدأ أمورك زين إذا رحتي بكرة وعطاها 500 هي أخذت فلوس واستانست. راح للأولى اللي بيجيب راح للثانية اللي بيجيب الأولى عندها قال أم فلان ترى بتجي بكرة بتسير علت وسنع مورس وشري بالبيت أغراض وضبطي مورس وهذه 500 ريال عطاهن كم 500 وهذه 500 وضبطي مورس وانت البيت كامل لكن 500 احتجت شيء ولا دبرت شيء عطانا الثنتين 500 وراح. يوم جاء من بكرة هن جلساتهم في الصالة يسولفون مع بعض ويتسمعن الريجي ويجلس عند الرجال يسولف معي يسأله خوية قال أبو فلان أنا طالبك إنك تجاوبني من أحب حريمك وزين حريمك. قال والله إنك أحرجتني بهالسؤال وإني ما أقدر أجاوب وشلون تفرق كلهن على عين وكلهن حبهن مثل واحد. قال والله تجاوبني أنا حلفت هن ويسوون تقام زين يجين عند جدار يتسمعن النتيجة الأخيرة قال دام أحرجتني والله دام أحرجتني والله إني أحب اللي عطيتها 500 أمس وهي تستاهل. والثانية تسكت ما تبي تعلم الأولى قالها ما درد عن بعض انا ومسنعين كلنا الثنتين حبه الثنتين هون رحن من بكره لنا متصفيات. يوم جت عندي من بكره قالت تترك ابو فلان تحبني اغلى من الثاني قال لي والله انت يوم 500 اروح له لا 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 قال والله ان انت يوم 500 احب لي من الثاني هو يسنعن على كيفه هذا اللي بيعرف يصرفها صح والله واحد هذا اللي متزوج اربع وتاجر وكذا مسكت تعرف التاجر تمسك معه يحق له يعني مسكات بيعرف من أصدق الزوجات معه كلهن يأخذن على الطيب واستقبال طيب وتوديع طيب فيبي يعرف من أطيب الزوجات ويحب إنه من قلب أمر يجي ويتفق مع مدير الشركة وضبط السيناريو والسكرتير وكل شيء أعلن لإفلاس الشركة أعلن إفلاس الشركة دخل وجهه أسود يوم يومين أسبوع أسبوعين العيال شوي بدل بره بذاك اللي راح للزوجة قال إني أنا تراي داخل طلعني فضايح إيه داخل المنافسة وإني أبي الفلوس اللي عندك كل واحد مسكها الحال الأولى وش قالت أبد ذهبي وحلالي كله لك إيه الثانية إن كان بس تبقي لي شيء أنا وعيالي فخذ النص وبقى النص ها الثالثة على حسب العشرة. إيه الثالثة لك شوي أخذ الأراضي وبقل على الأقل أذهبك شخ فيها الرابعة. بيض الله يعني. قالت أبي الطلاق. مير أنا أبي الطلاق خلاص. ما منك فائدة. إيه ما منك غير ما منك فائدة أصلاً أنا تراني متكرمة وكبت العيش كله. خلاص طيب نجتمع عشان أنا أعطيكم العلم الغانم.
واللي عنده الرزق دبل له الرزق يوم اجتمعوا، قال انا ترى ما بي الا العافيه وعندي خير كثير، وانت يا ام فلان ما قصرتي، وانت يعني مشكور استهل. مشكور اللي تساعيت، وكل من عطى رد له دبل. والاخيره قال انت ايش طلبتي؟ طلبت الطلاق، قلت الطلاق خلاص روح. وتحسف والله سالفتك غريبه شوي، لكن ما استوعبتها بالدفن. والله ما استوعبتها، خلنا منها مبارك ايش فيك يا ابو لا ما استوعبتها وسموا الشو، خلونا من الموضوع كامل سكر. هذا واضح اللي انت زوج بلش. لا والله لا والله انصحها على الثانيه. والله لا ذي ترى على فكره ذي المواضيع ما تاخذها في الامثال في الواقع، فهمت؟ في ناس يعني اعرف ريال تزوج اربعه حرمتها الثاني فكتها من السجن. اي احنا ما قلنا انه ما فهمت حرمتها الثاني وفي لا انت تزوج يا ابن ميداني هالسوالف. اسمع السالفه يا عادل، هذا واحد هذا خوي ما تكلم عن هذا واحد من اخويانا في الاستراحه. الاستراحه وش فهموني اياها؟ يعني عزبانيه هو ولا عزبانيه؟ الحين لازم في الرياض في السعوديه استراحه؟ استراحه شبابيه هي. انت اخوياك يا طويل العمر، يا طويل العمر الرجال متزوج واموره زي العسل، لا طلعنا في طلعنا في مكان ولا شيء تشوف زوجته تسوي فيه على قولهم ها تراعيه ولا يتم شيء، ما تقصر عليه في حاجة. والله يعني بعض الأوقات نقول يعني ما شاء الله لا قوة الله يا هنيالهم، والله لا يفرقهم. يوم من الأيام جابوا الشباب ومبسوط وله فترة متزوج وشي يعني فوق ما تتخيل. جاب الشباب قال أبغاك في سالفة، طلعت أنا معه قال لي عمر ودي أقول لك شيء، وأنا صراحة ضايق خاطري بشكل ما تتخيل. الله يستر. أنا لا والله ما أبملك الأسبوع الجاي. إيش؟ أبملك الأسبوع الجاي. خلي يبي يتزوج الثانية. يتزوج الثانية. ليش يا ابن حلال يمين يسار وش السالفة؟ قال والله أنا أبي أسوي مثل أبوي. متزوج هذا وراث ابي اسوي بيضل وجهه ولا هو حياته عاديه مبسوط ومرتاح ومستانس. انا تركت فيه خدمه ويتزوج الثانيه. هذا والله اللي ما يفكر. وتجي لولا لا اسمع، وتجي لولا لا اسمع اسمع، وتجي لولا قالت ونذرن علي ان ما اجلس معك اذا خلنا لا ومع عيال وكذا. قالت والله ثم والله ثم والله اكلها في لحيته. والله اني ما اجلس دامك تزوجت، اقسم بالله قل لي بس وش اللي انا قصرت معك فيه، وانا ابدا ما عندي مشكله، بس عطني سبب واحد اللي خلاك تتزوج علي. وافيه مره، بس عطني شيء واحد وانا موافقه ما عندي مشكله. الرجال طلق وتزوج الثانيه. اسمع تزوج طلق وتزوج الثانيه يعني ابغى واحد تحسف. لا مو تحسف، عيشته وش اقول لك؟ يمكن استمر معها تقريبا حوالي 6 شهور وطلق. اعوذ بالله. فقدت ثنتين. اي والله. يبغي ثنتين وراح لثنتين. بعض الاوقات الطمع ترى شين. انا اللي ما اعرف نعمة الله. لا اله الا الله. والله انكم ضربتوه بعين. بعضهم يا ابو مبارك. والله انتم يا اخويا ضربتوه. ابو مبارك. انتم اللي ضربتوه يا اخوي. ايش دخلنا احنا؟ انتم دائما تقولوا ما شاء الله. انا ما اقول ما شاء الله. احنا قلنا ما شاء الله لا قوه الا بالله. دائما ما قصرت. شو يا اخوي؟ وين اي والله قلت ترجع. انت تدري سوالفكم ما جاي. رشيد ومرجع جلناك اليوم. والله يا ابو غنى هم غنى مواصل. الله يسولفهم انها تدبل الكب. ابو غنى كلهم متزوجين بعد عسى اهديهم. لا اغرب من ذلك رشدة. لا ان شاء الله. هين ام غنى وام مبارك ما عليها نخوف. تعدد والله ما انا بروح بس ما غيرهم. عسى اهديهم ان شاء الله كلهم. لا بقول بعضهم سبحان الله حياته مستقره ويعني الاسره ما شاء الله تبارك الله. يعني من كل شيء تمام اوضحها تمام ويجي يفتح على نفسه باب يزعج راسه. يعني بعضهم يحمد ربي باللي عنده. اذا كانت ام عياله تمام وعياله تمام ليش تفتح على نفسك باب جديد؟ ومهما كان الواحد ما راح يعدل. والحرمة العادية ما حد يقدر يعدل. بس يا خالد في ناس يبي يتزوج، في ناس يبي يتزوج الثاني والثالث والرابع. دقيقة ايوه شفت اللي بيتزوج اذا هو في غنى وعنده خير يتزوج، بس بشرط انه يعدل بين الثنتين.
انت يا فلان يا ام فلان اذا اعطيتك كذا بعطي ام فلان كذا وحقس بجيس ولا اظلم هذا ما في مشكله انا سالم حتى 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 لو ان زوجته ما قصرت وتقول مثل ما قال يا عمر كذا شفت ما في شيء لا تزوج ثاني بس انها تختلف تختلف من الناس يعني في ناس في ناس هو شخصيته ما يقدر يعدل هو عنده يميل شخص إذا ما يقدر يعدل خلك على واحد فهمت ايوه هم كذا انا اتكلم انا خفت من لا تعدل والله ولا واحد يبعد من ذا الباب والله ناصر قدامه ما قصرت يا رجال يا اخي الواحد يبعد من ذا الباب يا رجال يا رجال ياخذ على اخره ياخذ على اخره فيكم رجال صامل كلكم تجيبوا الصوت هذا ايش علمك انت يا وين اذا يقول رطل ايش يقول يا رجال واحد افتكر يا الله الواحد وش هو الثاني اللهم لك الحمد خلنا نارس بالأولى بعدين يصير خير بس اللي تزوج الثانية هو قد فوق 60 أنا أقولنا من حقه إذا عمر أخذ الثانية أنا أخذ الثانية خلها تجيب راشد تكذل خلها تجيب راشد تكذل انطير يا انطير والله هذا اللي يشتري راح راح يستر منك متحرف الرجيل انت راح يستر منك وانا اقول في ناس هذا لح الشيبان الشيبان الله يسلمك يطلع لهم واحد ولا اثنين زين وقالوا مزاد بالصليل هب وزبونه ومعشوقه وزاد الحبين الى هالكيلي وزن وعده ندر سوقه وقالوا مزاد بالصليلي هب وزبونه ومعشوقه وزاد الحبين الى هالكيلي خذناه والنفس مطفوقه وذل طباع مع السلي مطفوق والعين مطفوقه قرع على البرق وخبيلي وزن وعده ندر سوقه قالوا مزاد بالصليلي هب وزبونه ومعشوقه وزاد الحبيب يا رجل قم يا رجل قم قم خله يقوم ما فيه نوم بالحين احنا جايين ما نرقد يا ما فيه نوم سبحه امشي سبحه تعال على ممكن من ها دولي بنقوم دخول مفاجئ قوم قوموا قوموا يلا قوموا ما في نوم هنا ما في نوم بعد اليوم بعد اليوم ما في نوم محمد والله غلط يا محمد اليوم كذا انت يا عيال احنا ما جينا نرقد يا عيال انا ما بينجرد معك ها خالد خالد قم يا محمد اهلي قم قم يلا ولد ولد فارس قم لا 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 ما عليك قابل قم قم فارس ابو سالم ارحب يا ابو سالم ابو سالم عطنا شله نفداك ابي شله ذا الحين وانت راقد توكل على الله ابو سالم طالبك انت اعطيني شله يا رجال ابو فيصل ابو فيصل قوموا يا رجال احنا ما جينا نرقد ترى باقي خمس دقائق على الاذان قم فارس يلا عطنا تقول الله عطني وانت راقد الحين يلا شوي شوي تصرفني انت عطنا هالشله يلا الله يسلمك ابو سالم نبي جرد صوتنا في الاكل خالد خالد ابو محميد ابو محميد عطنا ابتسم للحياه عطنا اياها انا ابغاكم تشيلوا لي شله ابغى شله وانت راقد كذا انا متق الله ان شاء الله اعوذ بالله ليه يا اخوي ما متق الله ليه نشوف ليه ليه باقي خمس دقائق على الاذان يعني هذا اقول الله يعينك هذا جزء الله يعينك من ربك هذا جزء اللي يقومكم يا اخوي الله يعينك من ربك صلاه يا ابو دهلي ما طلبنا منك توم قم صلي نفداكم قم باقي خمس دقائق يلا خمس دقائق وارجع لكم شكرا احنا لفينا ديارنا ايام السيف
يا زين شملينا ولبى براده يا بدر عطني دلة البن والهيل عطنا من اللي قد حضرنا اجداد تو جادين التمر ان شاء الله نجي باذن الله الله يحييك ما تبون تمر ما تبي خصم بوكات ما ادري ابي شيء لا والله ما ابي تمر بس لما هو يحل ايوه ما لحلته وين التمر ها التمر غدا فيه سكر زيادة أنا بعلمك ابن دفنة ابن دفنة ترى يعدل السكر المعلمين ابن دفنة اشمي اشمي لا ما يعدل هذا ما يعدل السكر مجيد 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 مثل ما غمضت أمس من بتركيا وتجلس تشرح ورحت إلى ما طلع بوجه خالد ما أدري شلون طلع وجه الجنوب كان مشخص بعد كان مشخص بعد أذكر تخيلوا إيه بدي أنت مدحني ولا تسبني الحين ما أنا ما أدري لا ما تسبني أبغى بس ما أعرف تخيلوا بعد الفجر بعد صلاة الفجر بكرة إن شاء الله أي والله نجلس هنا بالمركز شوي إلى زراق الفجر شوي إلى زراق نحتلي طلعت الشمس طلعت الشمس ما تطلع الشمس الغيم الغيم مترادف على بعض وصاك شوي وهي تهل السحاب وهي تهل السحابة اللي من المركز تركض إذا إلى المسجد لن تغرقان يا الله يا الله يا الله غمض 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 الوكت إلين الساعة 6 لين الساعة 6 الصبح شوف الساعة 6 الصبح داخل داخل جو كمان لا لا حد يقاطع ايش الجو لين الساعة 6 الصبح شوي تطلع من باب المسجد منطورة مثل امس واليوم شامسة انا تشوف شعاع الشمس صاقع غمض 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 عيونك غمض عيونك تشوف شعاع الشمس صاقع شوي يختفي حرقني الشمس اصبر تخيل شوي يختفي شعاع الشمس ويجيك الديب زي ما قال زي ما قال عبد المجيد فوق المراجل الغايمه ما تمطر الا ديمه الديم هذا به بركه الندى اللي هو الندى عليكم السلام شوي الا الديمه كاسينا وناخذ لنا شراع ازرق انا خبره هنا نجيب له عمده قزح ما يطلع ها لا بعدين القزقزه شوي نشب نارنا وانقز بالمخبز واجيب لكم عجينه واسوي لكم خبزه وخمعها مع السمن يا الله عرفت نجيب عسل من شيخ العسل نجيب اذن من ابو كاتم تكفون واسوي لكم ولا عسل شوف وتسمع تسمع صوت الديب زين ابو كاتم سمعنا ولا لا اي ما عليك عندي ابو كاتم اسلم اسلم شيء فخم كمل كمل شوي الا صوت الديب تسمع على الشراع اللي فوق روسنا ينقز ابو فوزان على بال ما يروح ابو فوزان يجيب لنا ثلاث علب حليب ونسوي الحليب حليب وش حليب حليب اللي تشلون قشره شوي ساعد اسبيع يسوي الشاي حقه الله. اللي جايبه من سريلانكا هذا دعايه هذه ايه. خصم ايه. شويه الا موسيقى ابو كاتم الله لا يحييك ليش تخرب والله والله اني تحركت تقول ان ابو كاتم قاعد معنا ليته قاعد معنا انا ياكل معنا والله لو يشوف جونا اللي شرحته صدق ابو كاتم ما يجلس معنا والله يجلس لا لا ما يجلس لا ما يجلس وش يسوي؟ يقف لعيونكم يا شافكم جلستكم حلوه كل واحد خصم 25 يعني شوي شوي ما يتسود اقسم بالله العظيم يا ذي يستاهل الخصم صراحة 25 والله ما يستاهل من هو؟ ذي الجو اللي يقول اي والله والله يستاهل خصمه على الجميع عادي يخصمه 25 ريال تلقى عادي خصمت على الجميع عادي اسمع يخصم 25 احترقت شماغم قهويك يا منيف 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 كم قلت يخصم؟ ها؟ ما يخصم انا موجود كفو كفو خلينا كفو شلون شلون كفو 350 امس بس ابعد ابعد ما يخصم على وانا موجود كفو لما قال منيف يا سلام عطاك قام بالعصا وخم العصا يا ابو كاتم ايش انت عضلي يا ابو كاتم يا ابو كاتم ابو كاتم لا لا ما يقول كذا هو يقوم يعطيك بيت يا ابو كاتم لا يا غلا يا ابو كاتم يا غلا التفت يا من هو الجواب لا ادري لا ادري لا صاحب الصوت الجميل انا لا ادري يا ابو كاتم يا الله الله يرستو محترم وباللغه العربيه اول مره في الحياه واخذ مرتاقي ها يا الليلي طبعا وين ابو سعد شلها عقب العاد صارت مشاهدة 2% شفت رد همس على ابو كاتم ها
هذا رد ابو على ابو كاتب قدفنا والله انه ماخذها طقطقه يوم يقول من حقنا العام قال له بري وهو ماخذها طقطقه يوم يقول من حقنا العام بعدين نزل راسه تحت وجلس يضحك ليتها بلك شوف شوف الوساخه ليتها بلك يريد ابو كاتب يتابع المقطع يا بري بري والله انا كنت على نياتي وكنت صريح وكنت شك لا 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 من حقنا العام اسمع 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 قول ليش قول ليش لان مرحبا لي وعلي نوم على الغامدي قامت علي نوم ولا والمحامي فهمت مستر هاني عزيز بيضبطهم اي مستر هاني الاستاذ هواد هو هو هذا هو لا هواد كل يوم يقولون في جوال في جوال في جوال ليش ليش لانهم هم مخبين الجوال هناك ويريدون ان توح صح والله خطير لا خطير طيب قل حقنا الاجوال ايش تبي حقنا العام انا ما بحكي الا لما قال له كم الاسعار كم اسعار كم اسعار المطعم قال الوجبه الوجبه لا 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 غلط غلط والله لا لكن حتى المتنبي يقول انها بعشر دراهم شوف والله انها تمثيل من كنت وياه تكفى اصبر والله انت تنشد من ليش؟ الله يبدع يا ابو الله ما لخبط والله اني واقف وقفه السعد بس انت ما تشوفون وجهي والله المتنبي انك نسيت اصي ولد ها معاك من كلام الرب يهمني كلامك يا سعد تكفى راح شوف المقطع شوف السوى الشباب اللي ايوه وبعدين انا وبعدين انا حابه هو حاب رجاله الرجال تقدر بعضها والله يوم وقفت انه قدرني واحترمني ودعمني 500 ريال واليوم اليوم يوم ولد الغداء في عشاء اليوم خلنا نادي ثاني بس انه نقول لا انت لا تقرب انت جيت تحاول تدبيع انت بكني انا شفت المره الجايه صدق المره الجايه بغمض خلاص عارف اسوي كذا عارف شفت عشاء هذا الليل كثر الملح شفت انسان بعشاء كثر الملح عادي بعشرين اليوم ولا حط شيء طلع من عشان ربع عليك لا شفت انتم والله حط تراب شفت انتم شفت انتم يا سالم والله اني يسعدني نعاس على قلبي اكلوا لان تشبعوا بس الاداره والله ما اخليه والله ابو كاتم اني ما اخليه لاجيبه مره ثانيه ان شاء الله يعوضني متكبر ابو كاتم متكبر والله اني حبيت حبيت كلامه يا رجال لا تحبوا ابو كاتم حاول ارجع اي استاذ سالم لسه ما شفت منه حاجه 10 دقائق اول دلدامه على الزايد قال لي قومني الله يذكرك الشهاده الله يذكرك الشهاده يا عشير الغانمين رجل انا لي شهر ما بنزل زايد زايد باقي انا كل ما جيت بصلي له في شيخ يا عبد المجيد انا لي شهر ما ذنت تبي تبي خاطرك تذن انا اخليها انام لا والله لا راح اقوم بقى 3 دقائق راح لك لك يا حبيبي حسن يا يا صليبيك سام سام يا زايد سالفتك مع الاسد هي وشي والله اني قمت انسى اقوم بالغدا يلا من الصد لا شد ايه الاساسي مع واجد اي وش وش ولا شلوا لواي احكمه ان شاء الله ما الباقيين على صدق لا نتفقكم اسلم ماشي ماشي راسي وجهي ما له اسلم اسلم اي وش ولا شد الاسد اللي لقيناها عند لقيته عند من تستحي مش اسمه صناعي القديم همزة 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 طلع مارك السلام 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 يا أبو طلع مارك على دنة الله يطيب المارك دنة إيه أسلم طيب الله فارك وحبك طيب الله فارك طيب الله سعد أعمالك وأنت ما حلا صدق أنك ساحر اندونيسي الله يطيب سالفتك يا أخوي تغيرت السالفة يا أبو غنى طب حظك يا أبو غنى أفا أنا وصناعي طلع مارك ما يهمتني لا سد سواك تهلك عليها والله ما ايه انا اسد ما يصير عدلنا وانت انت الطيب طيب ومنبع الطيب يا ابو اول ما داره يلطم تثبت يدك ليه ما حطك شيء رجل يسولف هنا يلطم الشخص يا ابو الشخص طيب اذا بتكلم مع الرجال بخلاق لا ولك مبارك نفسها خلاني ما تسبس رجعت ما ادري صوت انا ما ادري صوت ناس صدق ايوه شوف اسلم السالفه اللي نسمعها غصب مني بيضربنا علشان نسمعها صليبيك هذا ايوه لا اشتي يا ابن الحلال صدام على اسد بدلني هذه قديتني في اليوتيوب صليبيك دائما يتصرف المهم هون صدامني
يا ابن الحلال والله لا تواجه من الجواب الا كان وش يقول هو يا بالمروح لا يقول له ما رجعت له بس خلتني امشي وانا جاك غشيم الاسد وش كان يقول يقول مياو ما ادري الوكاد ايوه من بلشت له احول انضربت له منقود علي يا عبد العزيز وانت تركت طعامك ومتاركني ماشي في حجي يا امشي الرجال انت بالعلم اللي هو ايه والله العظيم ادخلنا احطك داخل كبوت وشكل يا يا با لا ما هو بطاريه مو بس ايوه اي الرجال طولها معي وهي مديده هو ما مديده انا ردها زي كذا شفت الله الله مع مسدس وش ايوه اقول كذا اس الله الله والسين بعد يروح مسدس هناك يا عيال اللمبه ما كانها طفت لا لا القصير طفت والله طفت صدق ايه لا الرجال ارحل اسع واخذ مسدس احطه هو الاسد الاسد انا اللي اخذت مسدس من الاسد إيه؟ خمنا لك لا هو يا مصعب الرجال ايش هذا الحج الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله